تفضل يا ستنا، ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي ستنا. باردون، يعني في كويستشن بالي بدي اسالك، في مجال؟ اوكي. يعني مش حاسه انك تسرعتي شوي؟ بشو يا جو؟ انك تركتي بيروت واستقريتي هون. عند وقت؟ ما هون بيروت واحد يا جو. لا يا ستنا، بيروت غير، انت هونيك فري، انت هونيك ستار. جو، دادو وين ما كانت ستار، حتى لو كانت على المريخ، دادو أوكي. ستار. ولو اني مش مقتنع، بس بالنزلي من بيروت. شو صار معك؟ مدام دادو، هي الصورة ما بمكان. شو يعني؟ بتلاقي لها محل، حتى لو بدك تحطيها على راسك. حاضر مدام. هاي شو حلوة، مش معقول يا ستنا، مش عم بقدر صدق، هاي كتابتك؟ شو لقيت؟ شو لقيت؟ بتعقد، بتفلش، بتشل، بتجنن. جو، لا تبالغ مثل عادتك. لا عن جد، هالمرة الغنية اللي كتبتيها يعني قنبلة، صاروخ، قذيفة. لكن مشان يعرفوا اني موهوبة بالشعر مثل مالي موهوبة بالغنى. واو، ما عم تصدق هي نور. اشتقت لها. الو الو، هاي ميدو، كيفك حبيبتي؟ لك اشتقت لك كتير كتير كتير. مو قدي، أنا كتير مشتاقت لك. أنا هلأ وصلت من دبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني، أنت هون ولا ببيروت؟ لا حبيبتي، أنا بفيلتي بالشام. عم تمزحي؟ صار عندك فيلا؟ إن شاء الله ألف مبروك. لا هيك بدي الحلوان. لعيونك، أحلى حفلة عندي هون بالفيلا وللصبح. دخليك عم تسمعي شي عن الصبايا؟ بتعرفي عنهم شي؟ لا والله حبيبتي، الأخبار شبه مقطوعة. هلا انت تعال عندي المساء ونحكي بالموضوع. خلص، ناطرتك الساعه 6 ورح ابعث لك الشوفير. اوكي طيب حبيبتي، ماشي. بدك شيء؟ بشوفك اكيد. باي باي حبيبتي. جو، انا كثير تحمست لساوي الغنيه. حقك تتحمسي يا ستنا، ما شاء الله عليكي. شو هالشعر هيدا اللي كتبتيه؟ يعني الصراحه انا مستغرب ان كنت مخبيه كل هالمواهب هيدي. شوفي، شايفه هيدا الشعر؟ يعني اذا هلا المتنبي وابو العتاهي وابو نواس وابو فواز وابو احمد بيقوموا من قبرهم بيعجزوا انه يكتبوا هيك شعر. مين؟ ما عم صدق، هي سميحه. لك اشتقت لك وليه؟ يعني هلا مو ناقصنا غير لبونه ولولو لتكمل جمعتنا. هلا لبنه سهل انه نطولها، بس يعني لولو كيف بدنا نجيبها؟ كيف بدك تطوليها من روسيا؟ كيف سهل نطول لبنه ونحن ما بنعرف عنها شيء؟ هلا انت هالزوره معقول بتشوفيها وما بتعرفي وين عنوانها، وين ساكنه، شو رقم تليفونها؟ كنت بدي اسالها، بس هي كانت كتير 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 مستعجله. كل المضيفات هيك بيكونوا مستعجلين. هي يعني الصراحة قالت لي، بس أنا نسيت. ولوين كانت مسافرة؟ لكن ما بعرف، هيك شغلة مكركبة، قالت لي هيك كلمة فيها شي 5 تافات وست فاقات وشي 4 تاقات مربوطات. هلا بتكون صارت هنيك؟ يعني على أساس عرفنا وين مطرحة؟ هلا المهم يا صبايا، لازم نرجع الشلة مثل ما كانت. ايه عن جد. طيب هلا أنا رجعت من دبي، شو رأيكم تجوا تسكنوا عندي بالبيت؟ طب ليش أنتم ما بتجوا تسكنوا عندي بالفيلا؟ عندي 10 أوض فاضية. يعني ميدو، بتعرفي بالبيت عندي أحسن، كل واحدة فيكم إلى غرفتها. أنا بالنسبة لإلي بتمنى، بس شو؟ المشكلة إني دافع أجرة سنة لقدام، وما بظن إنه طون سوسن رح ترجع لي باقي المصاري إذا بدي أترك الغرفة. ومين هاي طون سوسن؟ قرايبتي؟ مو قرايبتي أبداً، هي وحدة ساكنة عندها سميحة. يا لطيف، شو قوية وعم تستغلها كمان لسميحة. شو بدك بهاي الطنط؟ خلص عندي الموضوع، أنا بدفع لك المصاري. لا ميديا، إذا بتريدي، أنا ما بحب حدا يدفع عني شيء. الله يسامحك، هلأ أنا صرت حدا؟ هلأ تركونا من هذا الجار. أنا برأيي نحل مسألة لبنة بالأول. إيه، وكيف نحلها بقى هاي؟ لأنه حضرتك نسيتي تجيبي رقم موبايله وما أخدتي عنوانه. يعني كتير صعبة هي القصة نونو، شو صاير لك أنت؟ والله كنتي أذكى، البنت بتشتغل مضيفة، يعني بنسأل عليها بالمطار، بسيطة. أنا بكرة ببعت قدري يسأل عليها بالمطار.
عن جد good idea. of course. والله طالع منك يا هالزورة. سمسمي؟ ايه. تعي نامي عندي اليوم بالبيت، والله مستوحشة لحالي. بتمنى يا نور، بس طنط سوسن إذا كنت بالشام وطلعت نمت برات الغرفة تعمل لي تحقيق طويل عريض، وأنت ما بترضي لي إياها ما؟ مشاني. صبايا خلونا نفوت لجوا بيكون جاهز الأكل. إيه محضرة عشاء. يا الله ليش هيك متعبة حالك؟ يا الله شو جوعان. طب نحكي مع طنط سوسن نظبطها. يا الله يا عمي. لا 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 حدا يقول لي مالي بسد عيوني. الفنانة الشحرورة السنيورة الأمورة عندي هون بالبيت. لا تفضلوا. ميرسي خالي. لا تقولي لي خالي، قولي لي طانت. ما بحب هاي كلمة خالي. اوكي طانت. اسمعنا هون بالحارة انه عندك غرفة للأجار مزبوط؟ لا ما عندي. عندي عندي. لمين انت بدك الغرفة؟ لا إلي. معقولة فنانة قديرة مثل حكايتي وظريفة تسكن هون بهذا البيت؟ أنا كل أسبوع بحاجة لساعة استرخاء بعيد عن الشغل والمعجبين ووجع الراس، وهذا أنسب مكان لأخذ فيه الريلاكس تبعي. يعني أنت حضرتك إذا استأجرتي الأوضة حتيجي بس يوم بالأسبوع؟ يه يا دلي، مش يوم كامل يا مدام، 12 hours only. قولي يعني 12 ساعة بس. فهمت عليك. يعني انت قديش بدك مدة الآجار تقريبا؟ يعني مبدئيا بدفع لك سنة لقدام، بس إذا عجبني الوضع كتير يعني مينيموم بدفع لك لقدام 10 سنين 20 سنة. من ناحية المبدأ موافقة أنا، بس بدك تنطريني كم يوم لتفضل الأوضة. أوكي not a problem. نستنى. مستنى ما في مشكل. Very thank you madam. What؟ شكرا كتير. بيصفى نتفق على الآجار. أكيد ما رح نختلف. قديش بتريدي أجار الغرفة بالسنة؟ 150,000 بالسنة بدي. معناها اتفقنا. جو ادفع له رعبون، أعطيه 10% شان طنط سوسو. أوكي يا لطيف. شو محتالي بس ماشي، إذا ما بخلصك ياهم ما بكون أنا. أمري يا ستنا. تفضلي هاي 15,000 رعبون. أهلا وسهلا فيك وبرجع بقلك thank you very much. إيه جو شو صار معك مشان تحجز الاستوديو؟ أوكي أوكي طيب دبر القصة بمعرفتك وخبرني. يلا باي. ألو كيفك نور؟ شو وين قررتوا تجتمعوا؟ ايه شو اسم الكافيه؟ وينو هاد؟ ايه ماشي ماشي جاية، بس استنوني ما تفوتوا من دوني. اوكي يلا باي. يس بونسوار ستنا. بونسوارين. شو صار معك؟ الهيئة مش رح يزبط حجز الاستوديو. وليش بقى؟ ما بعرف، كل الاستديوهات محجوزة. ليش كم غنية عم تتسجل باليوم؟ يا عمي في أزمة جديدة بالبلد اسمها أزمة الاستديوهات. جو كأنك عم تبالغ مثل عادتك. يعني أنا بسمع بأزمة المازوت، أزمة السكن، الأزمة المالية العالمية، بس إنه يكون في أزمة الاستديوهات إيه والله ما معقولة. إيه مزبوط ستنا معك حق، بس المشكلة إنه الاستديوهات كلياتها مشغولة بدبلجة المسلسلات التركية، وهي اللي سببت الأزمة هاي اللي نحن عايشين فيها هلا. اسمع جو، بتقلي عم يدبلجوا تركي، عم يدبلجوا صيني، عم يدبلجوا هندي، مالي علاقة؟ بتدبر لي استوديو خلال 48 ساعة من تحت الأرض، وما بدي أي عذر، فهمت؟ أوكي ستنا أوكي، بس ما تعصبي، خلص بصير مثل ما بدك. أنا ما رح أطلع من البيت قبل ما أخذ كل مصرياتي ورجع لك ال 15,000 ليرة اللي أخذتهم منك. بالنسبة إلي not a problem. بس أنا عندي problem، لازم ترجع لك مصرياتك، هدول حقك ميدو. إيه مثل ما بدك. خلصنا صبايا، هلأ المهم إمتى بنرجع نلتقى عندي بالبيت؟ أنا بالنسبة لإلي جاهزة، من بكرة المسا بضب أغراضي وبجيبهم من عند رفيقتي بالمدينة الجامعية وبجي لعندكم. وإنتي سمسمة؟ أنا بكرة المسا بضب أغراضي وبسلم الغرفة وبجي بقعد معكم بالبيت. يعني خلص يا صبايا حنرجع نجتمع عندي بالبيت؟ بس هاي الشغلة ما لازم تمرق هيك أبداً. أنا ما بقبل غير بحفلة مطنطنة. إيه إيه وأنا معك. شو رأيكم صبايا؟ طا
طبعا جاهزين. امي مسافره وعامل حفله بس يا ريت ما تجيش على غفله. امي مسافره وعامل حفله بس يا ريت ما تجيش على غفله. هزار مسافره وعامل حفله ايه جو شو صار معك بالشغل؟ على فكرة مهلة 48 ساعة خلصت من زمان. خلص خلص لا تحكي شي. حجز لي استوديو ببيروت. ايه رح اطلع اسجل هنيك. لا بكرة ما فيني، عندي حفلة مع صبايا. ايه بعد بكرة. اوكي جو يلا باي باي. معقول ما ضل استوديوهات بالبلد؟ شو عندك غنية جديدة؟ ايه عندي غنية جديدة ورح صور لها فيديو كليب كمان. عن جد؟ شو هي؟ لا ما فيني اقلكن، توب سيكريت، رح تكون مفاجأة من المحيط للخليج.